الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كما عودناكم نتكلم اليوم في كتاب الأيمان والنذور والعهود والنذور. لو نذر أن يحج أو يزور الإمام الحسين عليه السلام ماشيا، يعني قال مثلا لله علي أنا حجة ماشية، نذر مكلف، نذر أنه يحج يروح للحج ماشيا، لله علي أنا حجة ماشيا، أو نذر أن يزور الإمام حسين عليه السلام ماشيا، قال لله علي أن أزور الإمام الحسين عليه السلام ماشيا. هنا النذر ينعقد لو ما ينعقد؟ نعم، متعلق النذر أمر راجح وهو الحج أو الزيارة، زيارة الإمام الحسين عليه السلام، فالنذر هنا ينعقد. إذا انعقد النذر الحج ايش راح يصير؟ يصير واجب عليه بالنذر، زيارة الإمام الحسين عليه السلام راح يصير أيضا واجب عليه بالنذر، لأن هو نذر يحج أو نذر يزور. هذا الحج الاستحبابي مو واجب عليه، لكن بالنذر صار واجب عليه. زيارة الإمام الحسين مستحبة، بالنذر ماذا أصبحت؟ أصبحت واجبة. فهنا إن هذا النذر ينعقد ويجب عليه الوفاء بهذا النذر. طبعا هذا مع القدرة، النذر هذا ينعقد ويجب الوفاء به مع القدرة. إذا شخص مو قادر يحج ماشي أو يزور الإمام الحسين عليه السلام ماشي، ما عنده قدرة، شخص مريض أو كبير السن ليس له عنده القدرة على الحج ماشيا أو الزيارة ماشيا، هنا طبعا ما ينعقد النذر. إذن مع القدرة وعدم الضرر، إذا كان أيضا يتضرر إذا راح مشي للحج أو إجا مشي لزيارة الإمام الحسين عليه السلام راح يتضرر، أيضا هنا لا ينعقد. لو حج راكبا، هو شنو نذر؟ نذر يحج ماشي. لو حج راكبا أو زار الإمام الحسين عليه السلام راكبا، إجا بسيارة، إجا بقطار، إجا بطائرة، ما إجا ماشيا، هو شنو حاج؟ هو شنو نذره؟ إنه يحج أو يزور الإمام الحسين عليه السلام ماشيا، فحج راكبا طبعا مع القدرة على المشي، يعني هذا عدة قدرة على المشي، وهو كان نذر إنه يحج ماشيا أو يزور الإمام الحسين عليه السلام ماشيا، كان عنده قدرة على المشي لكن ما مشى وركب سيارة، دابة، طائرة، قطار إلى آخره. فإن كان النذر مطلقا يعني ما عيّل لزمان، ما عيّل لزمان، إذا عيّل لزمان مثلا يقول لله علي أن أزور الإمام الحسين عليه السلام ماشيا في الأربعين، هنا عين، هذا ما يسمونه مطلق. لكن لو أطلق لم يعين زمانا، ماذا يجب عليه؟ أعاده ماشيا. هو نذر شنه؟ يحج أو يزور ماشي، سوى هو ركب سيارة، ركب وحج راكبا أو حج أو زار الإمام الحسين عليه السلام ماشيا، هنا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه إعادة الحج والزيارة ماشيا. هذا إذا كان مطلق الحج أو الزيارة، إذا كان مطلق يعني لم يعين زمانا له. أما إذا عين زمانا للحج
أو عين زماناً لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، في الزيارة الشعبانية مثلاً، في زيارة الأربعين، فعين لم يطلق وإنما عين موعد للزيارة أو للحج ماشياً. وفات الوقت، عين يزور الإمام الحسين عليه السلام ماشياً شو وقت؟ في الأربعين، في زيارة الأربعين، فات الوقت هنا، فات الأربعين وهو لم يحج ماشياً، ماذا يجب عليه؟ حنث بنذره، حنث بنذره، ماذا يجب عليه؟ الحانث بالنذر تجب عليه الكفارة، كفارة شنو هي؟ كفارة مخيرة مرتبة، مخيرة ما بين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطحين مثلاً، أو كسوة 10 مساكين، إن عجز عن هذه الخصال الثلاثة صام 3 أيام متوالية. إذن إذا حج، إذا نذر أن يحج أو يزور الإمام حسين عليه السلام وحدد له وقت، عين له وقت للحج أو للزيارة في هذا الموعد اللي حدده، في هذا الوقت اللي حدده، الحج والزيارة هنا مو مطلقة وإنما مقيدة بوقت. إذا ما حج أو مشى في هذا الوقت يعد حانثاً في نذره، آثم؟ لا، ما عليه آثم، لكن ويجب عليه الوفاء بالنذر. إذا لم يوفي بالنذر ماذا تجب عليه؟ تجب عليه الكفارة. قلنا إذا حنث بنذره يعني ما حج أو ما زار، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يزور أو أن يحج ماشيا، وعليه طبعا الكفارة. هل يجب عليه القضاء؟ هل يجب عليه القضاء؟ يعني هو حدد للحج أو للزيارة حدد وقت، بهذا الوقت ما حج ولا مشى، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه، تجب عليه الكفارة، يعد حانثا بنذره وتجب عليه الكفارة. هل يجب عليه القضاء ماشيا؟ وجهان في المسألة، وجه نعم يجب عليه القضاء، والوجه الآخر أنه لا يجب عليه القضاء. سمح السيد يذهب إلى الوجه الآخر اللي أنه ما يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء. إذن ماذا يجب عليه؟ يجب عليه فقط الكفارة لأن حنث بنذره. وكذلك الحال لو ركب في بعض الطريق ومشى في البعض الآخر، هو نذر أن يحج أو يزور الإمام الحسين عليه السلام ماشيا، في الصورة الأولى حج راكبا، في هذه الصورة جزء من الطريق حج أو زار ماشيا، وفي البعض الآخر كان راكبا، يعني جزء أو بعض الطريق راكب والبعض الآخر ماشي. أيضا ماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ إذا كان النذر ما التعقد حدده بوقت، مثل زيارة الإمام الحسين عليه السلام في يوم 40، أيضا هنا تجب عليه الكفارة لأن حنث بنذره، تجب عليه الكفارة. طبعا إذا كان مطلق النذر مالته فقط عليه أن يحج أو يزوره ماشيا، إذا كان مطلق، أما إذا حدد له وقت فيعد حانثا بنذره فتجب عليه الكفارة. لو طرأ لناذر المشي العجز في بعض الطريق دون البعض الآخر، شخص يسكن مثلاً بالحلة، بغداد، بالنجف، في أي مدينة، نذر لله أن يحج ماشياً، قال لله عفواً أزور ماشياً،
قال لله علي أن أزور الإمام الحسين عليه السلام ماشيا. هنا طرأ العجز، طرأ العجز عليه، مو طرأ العجز في كل الطريق، وإنما طرأ العجز في بعض الطريق. إذا طرأ العجز في كل الطريق هنا النذر مالته ما ينعقد، أو ينحل النذر مالته، ينحل النذر مالته إذا طرأ العجز في كل الطريق. أما إذا طرأ العجز في بعض الطريق، يعني من النجف الكربلة بعض الطريق هو كان عاجز، وبعض الطريق الآخر لا مو عاجز، يقدر يمشي للإمام الحسين عليه السلام. هنا الأحوط لزوما، احتياط لزوما، إنه يمشي في بعض الطريق قدر ما يستطيع، أن يمشي مقدار ما يستطيع. إيش قد مثلا يقدر يستطيع؟ 20 كيلو، 40 كيلو، إيش قد يقدر؟ 10 كيلوات، إيش قد يقدر يمشي؟ يستطيع أنه يمشي، فالأحوط لزوما أنه يمشي هذا المقدار من الطريق اللي يتمكن من عنده، اللي يستطيع. إيش قد؟ 20-30 كيلو، هذا الواجب عليه أنه يمشي. البعض الآخر اللي ما يقدر يمشي به هنا يركب مثلا سيارة، فبعض الطريق هو عاجز لا أو غير متمكن أو غير مستطيع أنه يمشي، في البعض الآخر يستطيع أن يمشي. هنا الأحوط لزوما أنه يمشي قدر ما يستطيع ويتمكن، ترضى أنه مثلا 20 كيلو هو يتمكن من المشي، البعض الآخر مثلا 60 كيلو شو يسوي؟ يركب، يصعد بسيارة ويركب في هذا الطريق. إذن إذا شخص نظر أن يزور الإمام الحسين عليه السلام ماشيا وطرأ العجز في بعض الطريق دون البعض الآخر، هنا سمح السيد يحتاط، مو فتوى، أما العمل بهذا الاحتياط أو الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. فالأحوط لزوما أنه يمشي قدر ما يستطيع، والبعض الآخر من الطريق يركب في سيارة. ولو اضطر أنه يركب سفينة فالأحوط الأولى، احتياط استحبابي، أن يقوم فيها بقدر الإمكان. صادف مثلا بحر، صادف بحيرة، صادف نهر بطريقه، فاضطر أنه يركب بسفينة. إذا صعد بالسفينة لا يقعد، وإنما يوقف وهو واقف، احتياط استحبابي طبعا، يقدر يقعد هو، لكن إذا أراد يعمل بالاحتياط الاستحبابي يقف بالسفينة. ليش يقف؟ ليش هذا الاحتياط الاستحبابي؟ لأنه هذا أقرب، الوقوف يعني بالسفينة أقرب إلى شبه المشي. إذا نذر التصدق بعين شخصية تعينت، مرة واحد يذر التصدق بعين كلية، يقول لله علي أن أذبح شاة، ما شخص الشاة هذه، ما عينها في الخارج، أو مثل لله علي أن أتصدق بكيس طحين، أيضا ما شخص هذا، هذا كلي، هذا النذر مالته كلي، كلي في الذمة. تارة أخرى لا، كما في مسألتنا، إذا نذر التصدق بعين شخصية، عند مثلا شاة بالبيت أو راح لوقفة الغنم وشخص، قال لله علي، أشار لهذه الشاة، لله علي أن أتصدق بهذه الشاة، شنو صارت هذه هنا؟ هنا نذر التصدق بعين شخصية، قال لله علي أن أتصدق بهذه الشاة، شخصها، صارت عين شخصية. أو لله علي أن أتصدق بهذا الكيس التمن، هنا تعين أيضا العين، صارت هنا شخصية.
إذا نظر التصدق بعين شخصية تعينت هذه العين أم لا؟ نعم تعينت هذه العين، يصير يتلفها؟ لا ما يصير يتلفها، ما طول عين شخصية بعد ما يصير يتلفها. يعني إذا قال لله علي أنا أتصدق بكيس طحين، يصير هذا الكيس الطحين يسوي خبز ويأكله يأكله؟ ما يصير بعد، لأن هذا تعين بالنذر، هو نذر أن يتصدق بعين شخصية. أو مثلا إذا قال لله علي أنا أتصدق بهذه الشاة، يصير يذبحها ويوزعها ويأكل لحمها هاي الشاة بعد؟ بعد ما يصير أيضا، ما يجوز لأنه يتلفها. زين، يصير يبدلها بعين أخرى؟ نذر هو أن يتصدق بشاة مثلا أو بخروف، يصير يبدله بخروف آخر حتى وإن كان أحسن من عنده؟ لا ما يصير يبدله. لماذا؟ لأن هو نذر أن يتصدق بعين شخصية، قال هاي، ما قال لله علي أنا أتصدق بشاة. إذا قال شاة وما عين يصير يبدلها، اشترى قال لله علي أنا أتصدق بشاة، كل في الذمة، جاب الشاة اشترى الشاة، يصير يبدلها؟ نعم يصير يبدلها، لأن هاي مو عين شخصية. أما إذا قال لله علي أن أتصدق بهاي، أشار لها، عينها في الخارج، شخصها في الخارج، بعد ما يصير يبدلها، ما يصير يتلفها، ولا يصير يبدلها أيضا بعين أخرى. زين، إذا نظر التصدق بعين شخصية قال لله علي أن أتصدق بهذه الشاة، عينها في الخارج، شخصها في الخارج، ورا فترة هاي الشاة قبل أن يتصدق بها تلفت ماتت، هل يجب عليه شيء؟ كلا لا يجب عليه شيء، ينحل النذر مالته، ولا يجب عليه شاة. ليش؟ طبعا لو كان كل في الذمة، يعني لو قال لله علي أن أتصدق بشاة وما عينها، جاب اشترى شاة ماتت الشاة، يجيب شاة أخرى غيرها. أما إذا شخص قال هاي وماتت تلفت، مو هو أتلفها، لا هي تلفت، لا يجب عليه شيء، ينحل نذر مالته ولا يجب عليه شيء. نعم إذا كان ذلك بإتلافه مع الالتفات إلى نذره، المس قبل شوي قلنا إنه إذا تلفت مو هو أتلفها، هي تلفت، هي ماتت، انحل نذره ولا يجب عليه شيء. أما إذا كان ذلك بإتلافه، هو أتلف هذه العين الشخصية، هو أتلف الشاة المشخصة، وكان ملتفتا إلى ما كان غافل عن نذره، وكان ملتفتا مع التفاته إلى نذره، كان ملتفت إلى أنه هو ناذر، عد حانثا بنذره فتلزمه الكفارة. ليش؟ لأنه هو أتلفها، ما طول أتلفها تلزمه الكفارة، عد حانثا بنذره وتلزمه الكفارة. هل يضمن العين هاي الشاة الشخصية المعينة؟ هم يضمنها؟ كلا ما يضمنها. ليش ما يضمنها؟ لأنه حنث بنذره، وإذا حنث بنذره ماذا تجب عليه؟ تجب عليه الكفارة، ما يضمن العين، وإنما فقط تجب عليه الكفارة باعتبار أنه قد حنث في نذره. هذا إذا كان النذر مطلقا، هذا إذا كان النذر مطلقا، مطلق يعني النذر مطلق يعني لم يعلق على شيء، لله علي أن أذبح شاة أو أن أتصدق بشاة، لم يعلق على شيء، هذا النذر مالته مطلق. إذن إذا كان النذر مالته مطلق يجوز تبديلها أو إتلافها؟ كلا لا يجوز تبديلها ولا إتلافها. ومثله أي مثل النذر المطلق إذا كان معلقا وتحقق المعلق عليه، إذا كان نذر معلق
مثلا قال لله علي إن شفى الله ولدي من مرضه أن أتصدق بشاة، هذا النذر شنو هنا؟ هذا مو مطلق، هذا النذر معلق على من علق هذا النذر؟ على شفاء ولده من مرضه، علق هذا النذر هنا معلق. إذن إذا كان النذر معلق وتحقق المعلق عليه، النذر معلق يعني النذر علق على شيء، كما لو علق النذر على رجوع ولده من السفر أو شفاء ولده من مرضه، النذر علق على هذا الشيء، هنا صار النذر معلق. فإذا تحقق المعلق عليه، تحقق المعلق عليه شنو؟ يعني ولده شفي من مرضه، تحقق المعلق عليه، ابنه ولده شفي من المرض، هنا هاي العين يجوز يبدلها؟ أيضا ما يجوز يبدلها. يجوز يتلفها؟ أيضا ما يجوز يتلفها. إذن إذا كان النذر معلق وتحقق المعلق عليه حكم حكماً حكم النذر المطلق، حكم حكم النذر مطلقاً. في الحالتين ذني لا يجوز تبديل العين بعين أخرى، ولا يجوز أيضاً إتلاف العين. وأما قبل تحققه، قبل تحقق المعلق عليه، شنو المعلق عليه؟ قلنا شفاء ولده من مرضه. فقبل تحقق المعلق عليه، يعني هو نذر وقبل أن يشفى ولده من مرضه، نذر معلق لكن ولده بعد ما شفى من المرض، يصير هاي الشاة يتلفها، يصير يتلفها أو يبدلها بشاة أخرى؟ نعم يصير، نعم يصير، لكن بشروط. وأما قبل تحققه، قبل تحقق المعلق عليه، يعني ولده بعدما شفى من مرضه، فيجوز له التصرف في العين المنذورة، هاي الشاة اللي نذرها يصير يتصرف بيها؟ نعم يصير يتصرف بيها. ليش يصير يتصرف بيها؟ يعني بعد ولده المعلق عليه لم يتحقق، ولده بعده لم يشفى من مرضه، هنا هاي العين المنذورة بالتصدق يجوز إتلافها، يذبحها ويأكلها، يصير أيضا، ويصير أيضا ينقلها إلى شخص آخر، ينقلها بهبة ببيع، ينقلها إلى شخص آخر أيضا، هذا يصير. طبعا هذا بشرطين، الشرط الأول ما لم يعلم بتحقق المعلق عليه، يعني ما لم يعلم بشفاء ولده من مرضه. إذا الطبيب قال له ولدك راح يشفى من المرض، الطبيب كان واثق وحاذق وخبير، قال له أنا ولدك سويت له عملية، سويت له علاج، انطيت علاج، ولدك بعد شهر شهرين راح يشفى من مرضه، إذا كان يعلم بأن ولده راح يشفى من المرض لا يجوز هنا التصرف بالعين، ولا لا يجوز إتلافها، ولا يجوز أيضا نقلها للغير. أما إذا ما لم يعلم بذلك، نعم هنا يجوز أن يتصرف بهذه العين المنذورة المشخصة، يجوز أنه يتصرف بها. ما لم يعلم بتحقق المعلق عليه لاحقا، يعني شفاء ولده من مرضه لاحقا بعد مدة، ولم يكن نذره مشتملا على الالتزام بإبقاء العين، إذا كان نذره مشتمل على إبقاء العين اللي هي الشاة إلى أن يتبين له عدم تحققه، عدم تحقق المعلق عليه وهو شفاء ولده من ورضه. وأما في هاتين الصورتين، وهي ما لم يتعلم، وهي ما لم يعلم تحقق المعلق عليه لاحقا وهو شفاء مرضه ولده من مرضه بعد ذلك، هاي الصورة الأولى والصورة الثانية، ولم يكن نذره مشتملا على الالتزام بإبقاء العين، يعني الشاة إبقائها إلى أن يتبين له
عدم تحقق المعلق عليه. وأما في هاتين الصورتين فلا يجوز له التصرف فيها أيضا، يعني في هاتين الصورتين اللي ذكرناهما لا يجوز التصرف بهذه العين المنذورة، لا بالإتلاف ولا كذلك بالتبديل بعين أخرى. إذا نذر التصدق على شخص معين لزم، يعني إذا مثلا قال لله علي أن أتصدق على زيد 100,000 دينار، فنذر أنه يتصدق على شخص معين، قال زيد مثلا لله علي أن أتصدق 100,000 دينار على زيد، يلزم هذا النذر لو ما يلزم؟ نعم يلزم هذا النذر، يلزم ويجب عليه الوفاء بهذا النذر. المنذور له اللي هو زيد هل يملك الإبراء عن النذر؟ الإبراء يعني سقط حقه. الناذر عندما يقول لله علي أن أتصدق 100,000 على زيد، المنذور له منه زيد، المنذور له هنا زيد يملك الإبراء، يعني يقدر يسقط الحق الثابت في ذمة الناذر. الناذر صار حق ثابت في ذمته أنه يتصدق على زيد 100,000 دينار، هنا زيد اللي هو المنذور له هل يملك حق الإبراء؟ كلا، لا يملك حق الإبراء، لا يملك حق إبراء الناذر عما وجب عليه من النذر. إذا زيد المنذور له أبرأ الناذر هل يسقط النذر عنه عن الناذر؟ كلا، ما يسقط النذر. إذا زيد أبرأ الناذر، زيد المنذور له أبرأ الناذر عن النذر، يسقط النذر في حق الناذر؟ كلا، ما يسقط النذر في حق الناذر. وهل يلزم المنذور له القبول؟ إذا الناذر قال لله علي أن أتصدق 1,000,000 دينار مثلا على زيد، هنا هل يلزم المنذور له اللي هو زيد هل يلزمه القبول؟ كلا، ما يلزمه القبول. الصحيح عدم لزوم القبول على المنذور له، فيبطل النذر بعد بعدم قبوله. ولو امتنع المنذور له زيد، امتنع عن قبول النذر ثم رجع، المنذور له اللي هو زيد امتنع بالأول عن قبول النذر، قال عن النذر ما أريده ما أقبل به، ثم بعد ذلك قبله، يعني أول امتنع بعد الامتناع قبل بالنذر، هنا وجب التصدق عليه، يعني وجب عن الناذر التصدق على المنذور له اللي هو زيد، إذا كان بشرطين طبعا، إذا كان النذر مطلقا، مطلقا يعني لم يعين له زمان، لم يعين له وقت، وجب التصدق عليه إذا كان النذر مطلقا، يعني قال لله علي أن أتصدق 100,000، ما حدد لزمن هنا، هذا مطلق، راح النذر هنا يصير مطلق، هنا وجب على الناذر التصدق على زيد على المنذور له. أو مؤقتا ولم يخرج وقته، قال الله علي أن أتصدق على زيد في 100,000 دينار في شهر رمضان، هنا مو مطلق النذر وإنما حدد له زمان اللي هو شهر رمضان، ولم يخرج وقته، شهر رمضان لا يزال باقيا، هنا أيضا وجب التصدق عليه. إذن إذا كان النذر مطلق وجب على الناذر التصدق على المنذور له، وإذا كان النذر له وقت ولم يخرج وقته، شهر رمضان ولم يخرج شهر رمضان، أيضا وجب على الناذر التصدق على المنذور له، وكان لمتعلقه، متعلق النذر هو التصدق،
وكان لمتعلقه إطلاق يشمل صورة قبوله بعد الامتناع، يعني قبول المنذور له بعد امتناعه عن النذر. إذا كان شاملاً لهذه الصورة في هذه الحالة وجب على الناذر التصدق على المنذور عليه. وأما لو كان مقيداً، يعني متعلق النذر اللي هو التصدق ب100,000 دينار بحسب مثالنا، ولو كان مقيداً يعني متعلق النذر ولو ارتكازاً يعني في أفق النفس وفي داخل النفس بغير هذه الصورة فينحل النذر، وهي صورة قبوله بعد الامتناع، يعني امتنع ثم بعد ذلك قبل، فينحل النذر بامتناعه القبول أولا، ما طول امتنع فينحل النذر ولا شيء عليه. إذا نذر التصدق بمقدار معين، شخص قال لله علي أن أتصدق ب1,000,000 دينار لزيد، ومات الناذر قبل الوفاء بنذره. شخص إن نذر أنه يتصدق على شخص معين، على زيد مثلا ب100,000 دينار، هنا الناذر مات قبل الوفاء، بعد لم يوفي بنذره، ما أعطى 100,000 إلى المنذور له إلى زيد، هنا هل يخرج هذا النذر متعلق النذر اللي هو التصدق مثلا، هل يخرج من الأصل من أصل التركة؟ لو ما يخرج من أصل التركة، إحنا شنو اللي عندنا يخرج من أصل التركة؟ إذا شخص توفى شنو اللي يخرج من أصل تركته؟ يعني يجب على الورثة أن يطلعون من التركة قبل الوصية وقبل وتوزيع التركة على الورثة، شنو يطلعون؟ ديون شرعية، ديون الناس تطلع من الأصل، يعني هذا الميت كان مطلوب عليه ديون، هاي الديون منين تطلع؟ من الأصل، من أصل التركة، يطلعون الديون ينطونها للدائنين. الديون الشرعية أيضا تطلع عليها زكاة، خمس، مجهول مالك، رد مظالم، أيضا الواجب عليه أنه يطلعها، الوارث الواجب عليهم يطلعونها. النذر هنا إذا نذر التصدق بعين معينة هم تطلع من الأصل مثل الديون؟ لا، ما تطلع من الأصل، لا تخرج من أصل التركة. فالنذور إذا شخص نذر أن يتصدق مثلا بمبلغ معين، بشاة، ببقرة إلى آخره، هذه ما تخرج من الأصل، ما لا تخرج من أصل التركة. نعم يقدر يوصي الشخص هذا اللي على نذر ومات قبل أن يوفي نذره، يوصي يقول هذا النذر مالتي طلعوه من الثلث، يطلع من الثلث، مثل الصلاة والصوم، الصلاة والصوم منين تطلع؟ تطلع من الثلث. كفارات منين تطلع؟ تطلع من الثلث. الفديات منين تطلع؟ تطلع من الثلث. النذر أيضا كذلك يطلع من الثلث إذا أوصى، وإذا ما أوصى طبعا ما يطلع من الثلث، إذا ما أوصى، لكن إذا أوصى نعم يطلع من الثلث. إذا ما يطلع من أصل التركة إلا أن الأحوط استحبابا لكبار الورثة إخراج ذلك المقدار من حصصهم، احتياط استحبابي على الورثة، أولاده مثلا يطلعون النذر، احتياط استحبابي يطلعون النذر مالته من حصص الورثة الكبار البالغين، مو من القصر، مو من غير البالغين، لا، كل واحد من البالغين الكبار من حصته يطلع مقدار هذا النذر، هذا احتياط استحبابي لا يجب العمل به، يجوز ترك الاحتياط الاستحبابي والعمل بالفتوى المخالفة له. وإذا نذر التصدق على شخص معين، قال لله علي أن أتصدق على زيد،
فمات المنذور له قبل الوفاء بالنذر، قال لله علي مثلا أنا أتصدق بمئة ألف دينار على زيد، المنذور له مات قبل الوفاء بالنذر، هنا الورثة يقومون مقام المنذور له، المنذور له زيد، زيد مات قبل الوفاء، يعني النذر انعقد، النذر قال لله على أن تصدق على زيد بمئة ألف دينار، المنذور له زيد مات قبل الوفاء بالنذر، يعني قبل أن يوفي الناذر بنذره، ورثت زيد، ورثت المنذور له، هل يقومون مقام المنذور له؟ كلا، ورثت يعني أولاده يقومون مقامه، يعني هنا هل يجب على الناذر هاي العين المنذورة إذا مات المنذور له واجب عليه أن يعطيها لأولاده؟ لا، مو واجب عليه أن يعطيها أولاده، هنا أولاد المنذور له لا يقومون مقام المنذور له، يعني أولاد زيد اللي هو المنذور له لا يقومون مقام زيد، فمو واجب على الناذر أنه يعطي ما أو يتصدق بما نذره على أولاد المنذور له، لأن أولاد المنذور له لا يقومون مقام المنذور له. الآن أنتقل للإجابة عن الأسئلة التي وردت إلينا. أبو أحمد من النجف يقول: ما حكم الغبار المتطاير عند طحن الأدوية؟ هل يبطل الصوم عند استنشاقه؟ عندنا من المفطرات هو تعمد إدخال الغبار الغليظ إلى الحلق على الأحوط لزوما. شخص إذا تعمد إدخال الغبار، يعني مثلا الجو عجاج مثلا، والشخص يقدر يتجنب الغبار هذا، يقدر ما يطلع من البيت، يقدر يلبس كمامة، هو تعمد أنه يستنشق هذا الغبار، أو مثلا المرأة تتعمد أنه تكنس البيت وأكو تراب بالبيت وحتى يطاير الغبار متعمدة، نعم هذا يعتبر مفطر على الأحوط لزوما. أو شخص مثلا يعمل مطحنة يطحنون بها الحبوب ويتعمد مع ذلك استنشاق الغبار، أيضا هذا يعتبر مفطر على الأحوط لزوما. هذا طبعا بالنسبة للغبار الغليظ يعني الكثيف، أما غير الغليظ الخفيف، هذا الغبار الغليظ الخفيف هذا لا بأس به، هذا ما يعد من المفطرات. وكذلك بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بأثارة الهواء، هذا شخص يمشي بالطريق مثلا، بالطريق وصدفة مثلا صار عجاج مثلا، أو وجد سيارة بصفة مثلا وطاير الغبار هنا، هذا إذا كان يعسر التحرز عنه أيضا هذا لا يعد من المفطرات. إحدى المؤمنات تقول: أكو رجل كان يقتل القطط خوفا من أكل الطيور والآن توفى، ما حكم هذا الرجل؟ هذه القطط إذا كانت مملوكة لأشخاص عليهم أنه يطلعون قيمة هذه القطط، ما طول هي مملوكة لأشخاص يطلعون قيمتها، اللي قتلها شقد قيمتها، يطلعون قيمتها ويعطوا لها صاحب القطة إذا كان معروف، وإذا كان ما معروف يجري عليها حكم رد المظالم فيتصدق بها على الفقراء المتدينين. إحدى المؤمنات تقول: ما حكم تربية القطط؟ تربية القطط في البيوت جائزة، يجوز، لا بأس
في ذلك. والقطط لا تعتبر من الحيوانات نجسة العين، عندنا فقط الكلب والخنزير البريان، الكلب البري يعتبر هذا نجس العين، وكذلك الخنزير البري أيضا يعتبر نجس العين، ما عدا الكلب والخنزير البريان كل الحيوانات تعتبر طاهرة. نعم، شعر القطة على ثياب المصلي يكون مبطل للصلاة على الأحوط لزوما، يعني 4 شعرات 5 أو أكثر يكون هذا مبطل للصلاة على الأحوط لزوما، أما إذا كان شعرة أو 2 أو 3 فالأحوط استحبابا، الأحوط استحبابا إلقائها من الثوب. إحدى المؤمنات تقول: أقسمت بالله أن لا أدخن ثم دخنت، ماذا يجب علي؟ هذا حنث باليمين. إذا شخص قال لله علي أن لا أدخن مثلا، هذا يمين، هنا انعقد اليمين مالته باعتبار أنه متعلق النذر أمر راجح، ينعقد اليمين، الواجب عليه أنه ما يدخن، إذا دخن آثم، حنث بيمينه وتجب عليه الكفارة اللي هي نفس كفارة النذر، كفارة اليمين وكفارة النذر واحدة اللي هي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين، كل مسكين مدمن الطعام 3/4 كيلو من الطعام أو كسوة 10 مساكين، إن عجز عن هذه الخصال الثلاثة صام 3 أيام متتالية. إحدى المؤمنات تقول: ما حكم إذا تبين بطلان غسل الميت بعد دفنه؟ إذا الميت دفن من دون تغسيل أو غسل ودفن ثم بعد ذلك تبين أن هذا الغسل مالته باطل، مثلا لم يغسل 3 أغسال، أو مثلا أحد الأغسال لم يضع بها الكافور، أو أحد الأغسال لم يضع فيها السدر، تبين غسل، تبين بطلان هذا الغسل، هل يجوز هنا نبشه؟ كلا، لا يجوز نبشه. إذا تبين بطلان الغسل يجوز نبشه، نعم، إلا إذا كان النبش فيه انتهاك لحرمة الميت، إذا كان به انتهاك لحرمة الميت، نعم سمع سيد عنده إشكال هنا في جواز نبش الميت، إذا ما كنت انتهاك لحرمة الميت نعم ينبش هذا الميت ويغسل ويكفن ويدفن مرة أخرى، أما إذا كان انتهاك لحرمة الميت هذا النبش، كما مثلا إذا نبشوه مثل تطلع الرائحة مالته، خروج الرائحة هذا يعد انتهاك لحرمة الميت، إذا كان فيه انتهاك لحرمة الميت فهناك إشكال في جواز النبش. أم محمد من كربلاء تقول: إذا امرأة أسقطت جنينها وعمره 3 أشهر، فهل يعتبر هذا الدم النازل، هل يعتبر دم نفاس؟ طبعا دم النفاس يخرج مع الولادة أو بعد الولادة، هذا يسمى دم النفاس، المرأة تترك العبادة، تترك الصلاة وتترك الصوم في هذه الفترة. إذا كان الجنين مو تام مثلا عمره 3 أشهر افترض، أو عمره مثلا 4 أشهر أو 5 أشهر، هنا صار إسقاط، هذا الدم هنا الخارج هل يعتبر دم نفاس؟ نعم يعتبر دم نفاس. متى لا يعتبر دم نفاس؟ الدم الخارج مع المضغة أو العلقة، يعني الجنين بعد في فترة المضغة أو في فترة العلقة، الجنين يعني مبدأ نشوء نطفة ثم علقة ثم مضغة، إذا كان علقة وصار الإسقاط سقط الطفل الجنين، إذا كان مضغة وصار الإسقاط أيضا سقط الجنين، خرج دم هنا، هذا هل الدم يحكم بكونه دم نفاس؟ سمحت شيء تقول: لا هذا مو دم نفاس، الدم الخارج في مرحلة المضغة أو العلقة هذا لا يعتبر دم نفاس. أم سامر من بغداد تقول: هل يجوز الصيام نيابة عن والدي
المتوفي صيام المستحب، تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات. واحد يريد ينوم عن ميت في واجب من الواجبات، قضاء شهر رمضان، قضاء الصلوات اليومية، صح النيابة لو ما تصح؟ نعم صح النيابة، صح النيابة. في المستحبات صح النيابة عن الميت؟ نعم صح النيابة عن الميت. ميت يريد يصلوا له مثلا نافلة الليل، صح عنه النيابة؟ نعم صح عنه النيابة. يريد يصومون عنه صوم مستحب، صح النيابة؟ نعم صح النيابة. إذن النيابة تجوز عن الميت في الواجبات وفي المستحبات في الاثنين. أم كوثر من بابل تقول أنا موظفة ولدي مبلغ من المال أعطيته مضاربة، يعني شغلته بالمضاربة، ولكن هذا المبلغ غير مخمس، فهل الفائدة من المضاربة حلال؟ بالنسبة إذا شخص عنده مبلغ، عنده مال دار عليه سنة، مثلاً 10 ملايين، 20 مليون، دار عليه سنة، هنا يجوز لأنه يتصرف بالمبلغ هذا بعد ما دار عليه سنة. إذا 10 ملايين دار عليها سنة، يكون يطلع 2 مليون و500 مالتها، يصير يتصرف بيها بال10 ملايين قبل إخراج الخمس؟ كلا لا يجوز، أول شيء يكون يطلع الخمس ويتصرف بقية المبلغ المخمس. إذا ما طلع الخمس، لم يخرج الخمس، يصير يتصرف بهذا المال بهذه العين؟ كلا لا يجوز له التصرف. إذا تصرف بيها عند 10 ملايين تعلق بها الخمس، ما طلع 2 مليونين مالتها، وإنما هاي 10 راح تصرف بيها تجارة مضاربة، اشترى بيها باع إلى آخره، شنو حكم هذا التصرف؟ طبعا إذا كان الاتجار بما في الذمة، إذا كان الاتجار فيها في الذمة، يعني كانت المعاملة كلية وكان الوفاء بالمبلغ المتعلق للخمس أو غير المخمس، صح لنا المعاملة لو ما تصح؟ نعم تصح هذه المعاملة. المعاملة كانت هنا كلية في الذمة، يعني تاجر بهذا المبلغ وكان الوفاء بالعين غير المخمسة، يعني اشترى مثلا حاجة أو حاجات اشترى، أو اشترى بضاعة ب10 ملايين، من أراد يوفي بمن وفى؟ وفى بهذا المبلغ ال10 ملايين غير المخمس، يعني مثلا قال رايح للباع قال له أريد هاي البضاعة من عندك، بيش هاي البضاعة تحسبها؟ قال له احسبها ب10 ملايين، قال أنا اشتريت، صارت المعاملة كلية هنا في مقام الوفاء. هو هذا المشتري شال 10 ملايين المتعلقة للخمس وانطاها ثمن للبضاعة، شنو حكم هنا المعاملة؟ المعاملة صحيحة، وعليه أنه يدفع الخمس ولو من مال آخر، عليه هاي 10 ملايين أنه يدفع خمسة. المعاملة صحيحة؟ نعم صحيحة المعاملة صحيحة، وإن كان هو لا يجوز له التصرف طبعا بعد بالعين بعد ما استقر بها وجوب الخمس. أما إذا كان الاتجار بعين ما فيه الخمس، يعني هاي 10 ملايين المخمسة، عفوا الغير مخمسة، اشترى بضاعة وقال الثمن مالتها هذا، هاي 10 ملايين اللي هي متعلقة للخمس، يعني اشترى بهذه 10 ملايين المشخصة اللي هي متعلق بها الخمس، كانت المعاملة شخصية. طبعا هنا ايضا الصح المعاملة اذا كان طرف هذه المعاملة مؤمن، يعني 12 وما يحتاج الى اجازة الحاكم الشرعي. لكن الخمس وين ينتقل هنا؟ الخمس ينتقل الى البدل، ينتقل الى البدل، عليه ان يطلع خمس هاي 10 ملايين من مال اخر من البدل او من بدلها. طبعا البدل المقصود به يعني مثلا البضاعة، شنو هو اللي اشتراها بهاي 10 ملايين غير المخمسة.
إحدى المؤمنات تقول: لدينا إرث من والدي وأخواني قسموه بيناتهم، ويدعون بأن المرأة لا ترث، هل هذا صحيح؟ إذا شخص مات وعنده ورثة ذكور وأناث، فتوزيع التركة، توزيع المال هذا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الذكر إلى حصتين والأنثى لها حصة واحدة. البعض يحرم أخواته، يحرمهن من الميراث، يأخذ الورث مالتهن، يعني يوزعون التركة فقط بين الذكور، يوزعونها بين التساوي، والإناث أخواتهم يحرموها من التركة. هذا يعتبر غصب، يعتبر هذا المال مغصوب على الورث الذكور، إنه يعطون حصص أخواتهم، حصص البنات للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الذكر يأخذ حصتين والأنثى تأخذ حصة واحدة. إذا ما أعطوهم هذا يعتبر، اللي ما يعطي من الذكور يعتبر هذا غاصب. أم علي من كربلاء تقول: والدي ترك مكتب صيرفة، وأخواني كانوا قاصرين، وعمي كان يعمل في المكتب، بعد ما بلغ أحد أخواني أخذ المكتب وأمواله واشترى قطع أراضي كثيرة من هذا المال، فهل الأخوات يحق لهن الإرث؟ نعم، بالنسبة للمكتب نعم حق لهن، يعني كما يحق للذكور كذلك أيضا يحق للإناث. وإذا اشترى هذا الأخ الأكبر، إذا اشترى بأموال الأب اللي هو ملك للورثة، راح تصرف به، طبعا لا يجوز التصرف به، إذا تصرف يكون ضامن لبقية، لا يجوز له التصرف، ويكون ضامنا لحصة بقية الورثة، يكون ضامن لحصة الورثة. إذا هو اشتغل بالمكتب، المكتب للأب، الأب توفى، الابن هو اشتغل بالمكتب وحصل مثلا على عمولات، هاي العمولات إلى لو للورثة، لا هاي للورثة، ما طول هو يشتغل بالمكتب، المكتب مو إلى، إذا المكتب إلى نعم العمولة إلى، لكن إذا كان المكتب للأب، الأب مات طبعا يبقى المكتب هنا، ينتقل لمن ينتقل؟ ينتقل لورثته. إذا واحد من الأولاد هو اشتغل، هاي العمولات لمن؟ العمولات للورثة، هو شنو إلى؟ هذا اللي اشتغل هذا إلى أجرة المثل، إلى أجرة المثل، يعني هذا شغله بحسب سعر السوق، إيش قد يستحق؟ ينطونه أجرة المثل. إحدى الطالبات من جامعة بغداد، عفواً من بغداد، تقول: أنا طالبة من بغداد، دوامي في جامعة بابل، ما حكم صومي؟ بالنسبة لطلبة الجامعات وطلبة الجامعة وطالبات الجامعات، إذا كان يعني عنده عزم على الاستمرار مثلاً 4 سنوات الكلية أقل شيء، أو 5 أو 6 سنوات، إذا كان عنده عزم يعتبر هنا مكان الجامعة يعتبر مقر له، يعني إذا الطالب هو من بغداد أو الطالبة من بغداد وتداوم في جامعة بابل، جامعة بابل إذا كان طبعاً داخل مدينة داخل مدينة الحلة، الحلة كلها تعتبر مقر لها، أول 3 أسابيع الطالب يجمع ما بين القصر والتمام، وبعدها صلاته تكون تمام، أيضاً يجب عليه أن يصوم. إذا لا، الطالب ما عنده عزم على الاستمرار 4 سنوات، يريد يداوم سنة وينتقل، يرجع لبغداد مثلاً أو يرجع بجامعة البغداد، هذا ما عنده عزم على الاستمرار لفترة طويلة بحيث يكون مقر إله، ما راح يكون مقر إله هنا. إذا عنده، شوف عدد السفرات، إذا عنده 10 سفرات في الشهر أو أكثر ويستمر لمدة 6 أشهر، نعم يصير كثير السفر، وإذا ما عنده 10 سفرات نعم ما يعتبر كثير السفر، يجب عليه قصر الصلاة ويجب عليه الإفطار. أم حيدر تقول: أنا صليت الظهر وبعد الركعة الأولى سمعت الأذان، ما حكم صلاتي؟ إذا شخص تيقن بدخول الوقت،
صار عنده يقين بدخول الوقت، أو أحرزه يعني أحرز دخول الوقت بطريق معتبر، كما لو كان بين مثلا أو مثلا شخص ثقة فصلى ثم تبين بأن الصلاة وقعت قبل دخول الوقت، الصلاة وقعت قبل دخول الوقت، هاي ماذا يلزمه؟ يلزمه عادة الصلاة، الواجب عليه عادة الصلاة. ليش؟ لأن الصلاة وقعت قبل دخول الوقت، يعني صلاة الظهر صلها قبل دخول الوقت، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه عادة الصلاة لأنه صلاها قبل دخول الوقت. أما إذا علم بدخول الوقت وهو في أثناء الصلاة، هو في أثناء الصلاة وعلم مثلا صلى ركعة صلى ركعتين وعلم بدخول الوقت وهو في أثناء الصلاة، هنا الصلاة مالته تكون صحيحة. أما إذا كان غافلا بدخول الوقت، وأما إذا صلى غافلا بدخول الوقت يعني غير ملتفت بدخول الوقت وتبين بدخول الوقت في الأثناء، فالصلاة مالته في هذه الحالة لا تصح. إذن إذا كان غافل وصلى ثم تبين دخول الوقت وهو في أثناء الصلاة، هذه الصلاة مالته مو صحيحة، يجب عليه أن يعيد الصلاة بعد دخول الوقت. أم عباس من الكود تقول: هل يجوز قراءة سورة الفيل بعد الحمد في الركعة الأولى وسورة إيلاف في الركعة الثانية في الصلاة؟ الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بواحدة من سورتي الفيل والإيلاف وأيضاً الضحى، وألم أن أشرح. إذا واحد راد يصلي الفريضة مو نافلة، الفريضة لا يقرأ بعد الحمد مثلاً في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، لا يقرأ سورة الفيل بوحدها، يكون يقرأ سورة الفيل ويقرأ بعدها سورة إيلاف طبعاً مع البسملة أيضاً. وأيضاً إذا راد يقرأ ألم نشرح وحدها ما يقرأها وحدها، يضم لها أيضاً يضم لها الضحى، فالضحى وألم نشرح وحدها لا يقرأها بالفريضة، إذا راد يقرأ واحد من عدها يعني الضحى وألم نشرح يكون يقرأ الثانية، إذا قرأ الضحى يكون يقرأ وياها ألم نشرح يضم لها طبعاً مع البسملة، وإذا قرأ ألم نشرح يكون يضم لها الضحى. وكذلك أيضا بالنسبة للفيل والإيلاف ما يكتفي على الأحوط بواحدة منهما، يكون يقرأهما اثنين طبعا مع البسملة أيضا بيناتهم. هذا طبعا الكلام في الفريضة، في النافلة لا بأس أنه يقرأ واحدة من هذه الصور. أم فاطمة تقول: طفلة نائمة بين المصلين في صلاة الجماعة بالصف الأول، هل تعتبر فاصل ما بين المصلين؟ يعتبر في انعقاد الجماعة أن لا يكون حائل، يعني بحسب المثال مثال الأخت هنا في الصف الأول أكو حائل بين المأمومين والبعض الآخر من المأمومين اللي هم واسطة في الاتصال، هذه الطفلة وين نايمة؟ نايمة في الصف الأول، إيش راح تصير؟ راح تصير حائل ما بين المأمومين، بعض المأمومين والبعض الآخر اللي هي بنصهم بالصف الأول قاعد تصلي، راح تصير حائل، هذا الحائل يمنع من انعقاد الجماعة. الحائل طبعا ما كفرق انه الحائل حائط ستارة شجرة نخلة، كل هذا يعتبر حائل، حتى ولو كان إنسان واقف أو جالس أو نائم يعتبر هذا حائل، يعتبر هذا حائل. نعم لا بأس بالحائل إذا كان شبر ما يخالف الحائل، أما شخص واقف شخص جالس شخص نائم هذا يعتبر هذا حائل. أحدى الأخوات المؤمنات يقول: اغتسلت غسل الحيض وصب الأظافر كان على أصابعي وبقيت على هذه الحالة فترة أسبوع، فما حكم صلاتي؟ طبعا هذا صب الأظافر يعتبر حائل،
هذا حائل يمنع من وصول الماء إلى البشرة. قبل الغسيل يجب على المرأة إزالة صبغ الأظافر وتغتسل. إذا المرأة مع وجود صبغ الأظافر واغتسلت، هذا الغسل باطل، وكل صلى صلتها بهذا الغسل وجب عليه إعادة الصلاة في الوقت أو القضاء في خارج الوقت. طبعا تزيل صبغ الأظافر وتغسل الموضع فقط، مو تعيد الغسل كله، وإنما فقط تغسل أصابعها، طبعا بنية إتمام الغسل والضم للوضوء. الأخت زينب تقول: هل تجوز الصلاة على الفيل في الحديقة ومن دون تربة؟ طبعا يجوز السجود على الأرض وما نبت عليها باستثناء المأكول والملبوس. فالحشيش طبعا من نبات الأرض وطبعا غير مأكول بالتأكيد، فيجوز السجود على الثيل. نعم، بإمكان المصلي يصلي بالحديقة، الثيل موجود، ما يشترط أنه يصلي على التربة، وإن كان التربة الحسينية على مشرفها أفضل، التحية والسلام أفضل، لكن إذا شخص راجع يصلي على الحشيش على الثيل يسجد عليه الصلاة، هذه صحيحة. أم جعفر من بابل يقول: عندما كنت صغيرة وأصلي أقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة زائدا التسبيح، فهل صلاتي صحيحة؟ طبعا في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة، فريضة أو نافلة، يجب قراءة الحمد، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب في الركعة الأولى وفي الثانية. في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة الثلاثية والرباعية المصلي مخير بين قراءة الحمد فقط أو التسبيح، يتخير إما الحمد فقط يقرأها من دون سورة أو التسبيح: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مرة واحدة ولا أحفظ استحبابا ثلاثة. مخير بين الحمد وبين التسبيح، أيهما أفضل؟ قراءة التسبيح أفضل من الحمد في الثالثة وفي الرابعة. إذا المصلي قرأ الحمد وأيضا جاب التسبيح، صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة، لأنه التسبيح تسبيح وقراءة القرآن، الذكر عفوا، الذكر والدعاء وقراءة القرآن لا بأس بها في أي حال من أحوال الصلاة، لا تبطل الصلاة. إذن التسبيح يعني يجوز الإتيان به بعد الحمد في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة، لكن لا بقصد أنه جزء من الصلاة. إذا يعني إذا قصدت في الركعة الثالثة والرابعة تأتي بالحمد والتسبيح وتعتبر أنه قراءة الحمد والتسبيح جزء من الصلاة، صار هذا تشريع محرم، هنا صار تشريع محرم. أما إذا لا، مو بقصد الجزئية، مو بقصد أنه جزء، التسبيح ما راح يبطل الصلاة، الصلاة تكون هنا صحيحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.